ذم الكلام. الحمد لله. قال الإمام المروي رحمة الله عليه، بسم الله، قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن علي وساق السند إلى أبي قرة الكندي أنه أتى ابن مسعود رضي الله عنه بكتاب فقال: إني قرأت هذا بالشام فأعجبني، فإذا هو كتاب من كتب أهل الكتاب. فقال عبد الله رضي الله عنه: إن ملك من كان قبلكم باتباعه من كتب وتلقيهم كتاب الله. قال: فدعا بطاسة وماء فوضعه فيه وماته بيده حتى رأيت سواد الميلاد. قال: أخبرنا أبو يعقوب إن شاء الله، وساق السند إلى زيد بن رفيع أنه قال: بعث الله نوحا عليه السلام وشرع له الدين، فكان الناس في شريعة نوح فما أطفأها إلا الزندقة، ثم بعث الله موسى عليه السلام وشرع له الدين، فكان الناس في شريعته فما أطفأها إلا الزندقة، ثم بعث الله عيسى عليه السلام وشرع له الدين فما أطفأها إلا الزندقة. فإذا زيد بن رفيع لا يخاف على هذا الدين إلا الزندقة، رحمه الله. قال: أخبرنا أبو يعقوب إن شاء الله، ساق السند إلى منصور بن المعتمر أنه قال: ما هلك دين قط حتى تخلف فيه من المنانية أو لا عند الطاعة. قال: قلت للحجاج: وما المنانية؟ قال: الزنادقة. وقال: أخبرنا محمد بن إبراهيم التميمي وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك بنو إسرائيل حين حدث فيهم المولدون أبناء. نعم؟ طيب حين حدث فيهم ماشي، انت هتقعد تحت بقى هو يجيلي. نعم. أبناء سبيل الأمم فوضع الرأي فضلوا. ماشي. قال: هذا حديث عجيب. سبحان الله. وإنه المحفوظ ما أخبرنا حسين بن محمد بن علي وساق السند إلى سفيان وساق السند إلى هشام بن عروة عن أبيه أنه قال رحمه الله: إن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبائل الأمم، فأخذوهم بالرأي فضلوا وأضلوا. نعم. وقال: ما أمروا فهلكوا. نعم. قف إلى هنا. عندنا هذه الأدلة أيضا في ذم الكلام، من أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا فاستجمع له أمر أمتي إلا كان فيه من المرجئة والقدرية يشوشون عليه أمر أمتي، ألا وإن الله لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا أنا آخرهم. وإن كان هنا الإسناد ضعيف لكن فيه شيء من النظر لأنه جاء من أكثر من طريق، لكن هنا ذهب يقول هذا منكر، وفي سويد بن سعيد صدوق إلا أنه عمي فصار يتلقن فأفحش فيه ابن معين القول. قلت: ولكن قد تابع سويدا أبو توبة الربيع بن نافع بما أخرجه ابن بطة في الإبانة. والحقيقة المرجئة هو قوم يرون أن الأعمال ليست من الإيمان، وهذا عليه السلام كتب، هذا أعظم ما يقولون. المرجئة أسوأ فرق الضلال، لأنهم يرون بأن الله جل في علاه يرون أن الإيمان فقط التصديق، وبعضهم قال القول وبعضهم قال الفهم، يعني الغلو في التجاهم كما فصلنا قبل ذلك. لكن المرجئة من أسوأ خلق الله جل في علاه. القدرية والقدرية أسوأ منهم، وهما على طرفي نقيض في مسألة القدر. أما المرجئة فجبرية ويرون أن الله ظلم العباد يحاسبهم على فعله هو لا على أفعاله. وأما القدرية يقولون بأن العباد هم خلق وأفعال أنفسهم، لذلك يعني يستحقون الجنة بالطاعة ويستحقون العذاب بالمعصية. وأحدثهم وإن كان في ضعف، لكن المرجئة والقدرية هم أسوأ خلق الله دل في علاه، والمرجئة أسوأ من القدرية على أبواب القدر. وفي حديث عبد الله: إنما هلك من كان يستاذ في ضعف، إنما هلك من كان قولهم بتمعهم الكتب وتركهم كتاب الله، فدعا بطاسة وماء فوضعوا فيه وأماته، هو أماثه أو مسحه بيدي حتى رأيت سواد المداد. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب معه صحيفة دخل عليه فقال: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيدي لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وقلنا بأن أعظم ما كان من بني إسرائيل كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، لذلك الله جل في علاه أزاغ قلوبهم لأنهم أرادوا الزيغ. قال الله تعالى: لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما أنقذهم الله من فرعون قالوا: جعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم بعد ذلك اتخذوا العجل إلها، ثم قالوا: هذا إله موسى وإلهكم، فنسي. ويعني اشتد الأمر على بني إسرائيل من عقاب الله جل في علاه من التضييق، وأيضا لما شردهم في التيه، ومع ذلك لم ينقادوا لله جل في علاه ولم يستمعوا لرسولهم ولم يتبعوه بحال من الأحوال. الحديث رفيع
قال بعث الله نوحا وشرع له الدين، فكان الناس في جلعة نوح فما أطفأ إلا الزنادقة. أعوذ بالله. ثم بعث الله موسى وشرع له الدين، فكان الناس في شريعته فما أطفأها إلا الزنادقة. ثم بعث الله عيسى عليه السلام وشرع له الدين، فما أطفأها إلا الزنادقة. فإذا زيد بن رفيع لا يخاف على هذا الدين الزنادقة. وهذه معناها أن الإنسان لابد أن يحتاط، لا سيما ولي الأمر لابد أن يحتاط من الزنادقة. والزندقة هو ابتطان الكفر وإظهار الإسلام، فالزنادقة هم أشد الناس نفاقا، والزنادقة هم الذين قد أعلنوا بنفاقهم، وقد قال الله تعالى عنهم ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ولذلك إذا أخفى أمرهم لا شيء عليهم والمعاملة على الظاهر، لأن الله جل في علاه قال ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فهذه لا يعلمهم ويعاملهم على الظاهر. وعمر الخطاب قال أيها الناس الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أحببناه وقربناه وسريرته على الله جل في علاه، ومن أظهر لنا شرا أبغضناه وأبعدناه وتركنا سريرته إلى الله جل في علاه. فالزنديق الذي يشهر نفاقه، وهذا الذي كما قال العلماء في هذا الباب أنه لو أظهر نفاقه تمكن منه ولي الأمر يقتله. قال ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وفي الرواية الأخرى قال إنما هلكت بنو إسرائيل حين حدث فيهم المولدون، نعم، أبناء سبايا الأمم فوضعوا الرأي فضلوا. شوفوا هذا الكلام في هذا الباب. المولدون هم العبيد، المولدون هم العبيد، وهذا الذي أدخلوا عليهم على غير علومهم. وده اللي حصل مع الأعاجم الذين أدخلوا الفلسفة وأثروا في الأمة. أنت أنظر المأمون لما يدخل كل كلام الفلاسفة، كل كتب الفلاسفة وينشرها بين الناس ويضيع الناس، ومع ذلك يختبر الناس في مسألة خلق القرآن، أضاع الأمة بمثل هذه الفتنة. والفتنة ما زالت إلى يوم الناس هذا. المعتزلة الآن ما زالوا يتقوون بالسلطة، وأيضا يتقدمون على الناس بما فيهم من فساد العقل وفساد الرأي، وهم الذين يقدمون العقل على النقل. فقال سبايا الأمم فوضعوا الرأي فضلوا. يبقى هنا المسألة ليست في أشخاصهم أنهم عبيد، أو المولدون هم العبيد والموالي، ليس الأمر في أشخاصهم، الأمر في هذا الباب أنهم وضعوا الرأي. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أيها الناس، هذا الإسناد ضعيف جدا، أيها الناس اتركوا الرأي الآثار، فلقد رأيتني يوم الحديبية وأنا أعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فعلت أفاعيل، وقد أنزل الله جل وعلا إن فتحنا لك فتحا مبينا. وقال في رواية أخرى أن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وده حديث حسن. شوف قال أخذوهم بالرأي فضلوا وأضلوا. يبقى إذن بنو إسرائيل كان أمرهم معتدلا ثم زاغ وانحرف انحرافا لما جاء سبايا الأمم المولدون فأخذوا بالرأي فضلوا وأضلوا. شوف هنا كل من أخذ بالرأي فله حظ ونصيب من وصف المولدين. والمسألة عظيمة جدا في هذا الباب، لأن المرء إذا أخذ بالرأي اتخذ إله هوى. ولذلك قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إله هوى فأنت تكون عليه وكيلا. وقال الله جل في علاه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى هلاك، واتباع الهوى تقديم على الشر، ومن اتبع هواه قد ضل. والله جل في علاه على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. ولذلك لابد الإنسان ألا يتحرك إلا بدليل، فإنه على شفير هلكة، إلا أن يتمسك بما أعطاه الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة: وجوب ترك الهوى، العلم قال الله قال رسوله، واتباع الهدي باتباع الوحي، والسنة ما تركت شيئا. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.